السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الأجواء الرمضانية كده عايزين نتكلم على مؤتمر بالماضي. كل عام وأنتم بخير وتعود عليكم الأيام بخير. قبل ما أتكلم على النقط المهمة اللي أتكلم عليها بالماضي وإيه اللي له وإيه اللي عليه، لو سمحتوا يا ريت تشترك في القناة، وتشرفنا باشتراكك في القناة وكمان لايك عشان تدعم الفيديو إن شاء الله. بالماضي ركز في كلامه في الأول إن الوصول المرحلة اللي جاية، الوصول لكأس العالم 2026 مش هيكون سهل. وشفنا في المونديال اللي فات في آسيا، وصول منتخبات آسيا الدنيا شوية سهلة. شفنا مستوى منتخب العنابي كان عامل إزاي، لكن منتخب البطولة في أفريقيا التصفيات، يعني تخيلوا في نيجيريا ما راحتش، جزائر ما راحتش، مصر ما راحتش، بوركينا فاسو فريق قوي جدا، الكوت ديفوار فريق قوي جدا ما راحوش، يعني تخيلوا. طبعا اللي راح غانا وكاميرون وتونس والمغرب، لا يعني فعلا عنده حق، تصفيات افريقيا صعبه عن تصفيات اسيا. وهو قال ان انا جددت عقدي مع الاتحاد الجزائري علشان نفوز بالالقاب، مش جددت عقدي وخلاص، عامل خطة ان هو يكسب ويفوز بالألقاب ويوصل للمونديال ان شاء الله. واكد طبعا في كلامه ان الوصول مش هيبقى سهل للمونديال، واتكلم على الوجوه الجديدة اللي جاية. انا فرحان جدا بعدد اللعيبة الجديدة اللي جاية، ومش جديدة وخلاص، ده لعيبة كلها بتلعب في أندية كبيرة، عجبني جدا. هو بيتكلم عليهم بيقول ان الاماكن اللي احنا محتاجينها الوجوه الجديده جايه عليها، وده عجبني جدا. يعني مش جاي لعيب جديد وخلاص، هو جايب لعيبه محتاجها جوه التشكيل الاساسي، وده وضحه وده شيء كويس جدا. وقال باب المنتخب مفتوح لاي لاعب، وهو بيضم، قال كده، قال انا بضم في المنتخب الاكثر جاهزيه. برافو عليه، ده كلام محترم جدا. وأكد على كلمة إن أضفنا روح جديدة. الكلام ده جمال بالماضي من سنتين ما عملوش للأسف، اعتمد على الوجوه القديمة بتاعت 2019، ما عملش روح جديدة. النهاردة بيقول لا، إحنا جددنا روح جديدة، وده اللي إحنا كنا بنطالب بيه من سنة. وبيقول أنا فرحان جدا إن النهاردة أنا جبت أسامي جديدة كنا عاملين عليها خطة، كان عاملين خطة إن هم يجيبوا اللعيبة دي. يعني جمال من الماضي كتر خيره، ودي انا معاه واحييه انه عمل خطه بالاتصالات وبالمقابلات مع اللعيبه عشان يقنعهم ان هم اللعيبه دي عندها كذا جنسيه، فانه يختاروا الجنسيه الجزائريه. بيقول احنا عملنا خطه موضوعيه والحمد لله الخطه نجحت. وبصراحه اللعيبه اللي جايه المره دي لعيبه، يعني كفاية آيات نوري حاجة يعني جميلة جدا، وبوعناني اللعب في منتخبات كلها بتاعت فرنسا، ومش عايز أنسى حد لعيبة، وفي حسام عوار هيجي بعد كده، وفارس شعيبي لاعب رائع. لا بصراحة جمال بالماضي عمل خطة إن يقنع اللعيبة دي إنها تيجي في منتخب الجزائر. برافو عليه، خطة ناجحة، وليه حق ان هو يوضحها، لان فعلا هو بيقول ايه، احنا بنجني ثمار. نجني ثمار يعني نجح في الخطه بتاعته، وفعلا لان اللعيبه احنا شفناها في بطوله اوروبا متالقه، فبالتالي هتلعب مع المنتخب بنجاح. وبيقول كمان لسه في مفاجآت تانية جايه لمزدوج الجنسيه ان هم يجوا المنتخب. برافو عليه، ده شيء كويس جدا، وبجد بجد هو نجح في الموضوع ده. كويس جدا. في بقى اتكلم على عوار، حسام عوار، واتكلم على جمال مستواه. وانا عملت فيديو لحسام عوار من يومين، فعلا فعلا المكان ده محتاجه منتخب الجزائر، اللاعب اللي عنده رؤية، اللاعب اللي يشوف الملعب ويعرف يصنع لعب وكمان يسجل. حسام عوار بجد مكسب كبير لمنتخب الجزائر، وان شاء الله لما هيجهز هيبقى متواجد بشكل اساسي في الفريق. بيقول انا لم اشاهد مباريات كاس العالم، وانا في دي عنده حق، لان هو بشر، هو عنده دم وعنده احساس، مش ممكن خلاص فاضل ثواني الحكم هيصفر والجزائر يروحوا المونديال، ويعيني يتصدم صدمة العمر انه يبعد من المونديال.
فهو عشان يتفرج على ماتشات المونديال يعني بصراحه، يعني هو عنده حق بصراحه، صدمه كبيره. وانا اراهن ان في ناس كان كتير قوي اخوه جزائريين يقولوا لي يا كابتن احنا مصدومين ملناش نفس نتفرج على المونديال، واكيد الناس دي عندها دم يعني. وفي ناس برضو عندها دم يقول لك ده مونديال اتفرج عليه. بيني وبينكم في ماتشات كتيره ما تتشافش يعني، يعني اي ماتش في دور ال 16 في بطوله اوروبا او دور الثمانيه ماتش واحد بماتشات كتيره في المونديال. اخر حاجه، اخر حاجه اكد عليها بالماضي، قال ان في ناس بتهاجمنا مهما نعمل اي حاجه بتهاجمنا. يعني جاب سيره ان هم خدوا بطوله افريقيا وبطوله عربيه وبطوله عربيه للناشئين، وبرده ناس بتطلع تهاجم. هي هو يعني كلامه بيقول ايه، ان الناس دي بتهاجم عمال على بطال، بتهاجم وخلاص، وعنده حق في الموضوع ده. كل سنة وانتم طيبين، ادعمنا بلايك وشرفنا بالشراكة. شكرا.